شهدت 24 الساعة الماضية قصفا مكثفا لطيران التحالف على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي وصالح في مدينة تعز، منها 4 غارات استهدفت جبل الوعش والزنقل، و3 غارات أخرى استهدفت أسلحة منها دبابة كانت متمركزة خلف مصنع السمن والصابون غرب المدينة، والتي كانت تقصف قرى الضباب وجبل أسود، وغارة استهدفت مخزنا للذخائر والمحروقات في الضباب. كما شن الطيران غارتين على موقع تتمركز فيه الميليشيات في منطقة المقهاية أسفل السجن المركزي، وغارة خلف تبة سفتل، وأخرى باتجاه منطقة الحرير، و3 غارات جوار القصر الجمهوري أسفل تبة السلال، وكذلك قرية ميلات في الضباب وحدائق الصالح. وبالنسبة للقصف فتواصل الميليشيات قصفها العشوائي وسقوط ضحايا في وادي القاضي، وكذلك على ثعابات والدمغة والقاهرة، ويتم القصف من جامعة تعز والجحملية والحوبان. وبالنسبة للاشتباكات فتدور اشتباكات عنيفة في جبهة الضباب غربا وفي ثعابات شرقا، كما تصدت المقاومة لمحاولات متكررة لاختراق مواقع لها شرقا.